رمضان حياة، برنامج حاولت أني أجمع فيه بين بعدين رئيسيين. البعد الأول أن يبحر الإنسان في دواخله في عالم الوجدان، والبعد الآخر كيف يفرع ليكون كالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكيف يؤتى هذا الأكل الطيب النتاج، وكيف يغدو رمضان هي جنة القرب حيث يجتمع الإنسان بنفسه يصادقها ويفاهمها ثم يفيض بهذا على الناس. فتابعوني على قناة فور شباب. فور شباب، بيتنا، رمضان جنتنا.